الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن أيام العدة هي 4 شهور و10 أيام. أيام العدة 4 شهور و10 أيام. تقول إذا زاد الإنسان يوم أو يومين باعتبار أنه شك بنقصان الأيام أو جهل بالحكمة من العدة ككل، فما حكم ذلك؟ أو جهل بالحكمة، بالحكمة من العدة. نعم. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن التقديرات الشرعية المحددة بالدليل الشرعي الصحيح الصريح لا يجوز النقص عنها ولا الزيادة فيها على أنه منها، فإن النقص عنها تفريط والزيادة فيها إفراط، ونحن أمة وسط لا إفراط ولا تفريط عندنا. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التقديرات الشرعية التوقيف على الأدلة، فإذا حددت الشريعة تقديرا معينا فلا يتم التعبد لله عز وجل بامتثال الأمر بهذا التحديد إلا بامتثال عدده الذي قدر شرعا بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. فإذا عدة المرأة، أعني عدة المتوفى عنها زوجها، قد حددها الشارع ب4 أشهر و10، وهذا متفق عليه بين العلماء والله أعلم. فقال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فلا يجوز للمرأة أن تنقص عن هذا الحد، ولا يجوز لها أن تزيد عن هذا الحد، إلا إذا كانت حاملاً وتوفي عنها زوجها، فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هو وضع حملها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح. وأما قول القائل إني لا أعلم الحكمة، فإن المؤمن عليه أن يعتقد الاعتقاد الجازم الذي ينبغي لقلبه أن ينطوي عليه، أن ربه تبارك وتعالى هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة، وأن الله عز وجل لا يقرر ولا يشرع ولا يفعل عبثا. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فليس في فعل الله الكوني ولا في تقرير أحكامه الشرعية شيء من العبث مطلقا. فالله عز وجل لم يحدد هذه المدة في مسألة المتوفى عنها زوجها إلا وله فيها الحكمة البالغة والمصلحة التي يعلمها الله عز وجل على وجه التفصيل. وإن خفي عن عقولنا إدراك هذه الحكمة لضعف عقولنا وعجزها، فإننا نبقى مع الإيمان المجمل العام أن ربنا لا يشرع شيئا إلا وله فيه الحكمة البالغة. وأما إذا حصل شك في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها، حصل شك هل أتمتها أو لا، هل بقي عليها يوم أو يومان أو لا، فإنها عند حصول الشك تعمل بأمرين على الترتيب والتوالي: أولا تعمل بما يغلب على ظنها، لأنه عند طروء الشك يجب أولا أن نبني الأمر على ما يغلب على الظن، لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فإذا شكت أهي 4 أشهر و7 أيام أو 4 أشهر و8 أيام، ولكن يغلب على ظنها أنها 8 أيام، فحينئذ تعمل بما يغلب على ظنها وتتم عليه، تقبل الله منا ومنها، ولا شيء عليها غير ذلك. ومن المعلوم أن يوم الوفاة يقيد في المستشفيات تحديدا، فمتى ما حصل عندها شك فإنها ترسل أو تذهب بنفسها
أو تقرأ شهادة الوفاة لزوجها حتى تعرف اليوم الذي مات فيه فتبني عليه إلى يومها الذي شكت فيه، فهذا يوجب عندها يقين أو غلبة ظن الراجح. فإن لم يترجح عندها شيء فإنها تعمل بالأقل، فإنها تعمل بالأقل، لأن المتقرر أن الزائد مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. فإذا لا تبني على الأقل إلا إذا عدمت غلبة الظن. فهذا بالنسبة لأسئلتها الثلاثة، والله أعلم.